اجتماع اللجان القانونية بين الدول الثلاث لسد النهضة بين وزراء المياه في الدول الثلاث في اجتماع بتقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة تقرير اللجنة القانونية في محاولة للوصول إلى اتفاق على الإطار القانوني لملء سد النهضة وتشغيله. ومن المتوقع إعلان مواصلة المحادثات لاستكمال التوافق على البنود الفنية المتبقية في حال التوصل إلى اتفاق على الإطار القانوني الذي إن تعذر التوافق عليه فسيتم رفعه مساء اليوم إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث. معنا من الخرطوم مباشرة شيبة الحمد عبد الرحمن. أهلا بك شيبة الحمد. إذا حدثنا إذا ما كان هناك أي نتائج هامة صدرت عن هذا الاجتماع بعد انتهائه، خاصة وأن الأخبار تتحدث عن خلافات على مسائل قانونية تحديدا فيما يتعلق بملء هذا السد، سد النهضة، وتشغيله أيضا. أبرز النتائج هي تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كنا ننتظره هنا في وزارة الري حتى يوم الغد، بحجة أن الاجتماعات ستتواصل أكثر لمزيد من التدارس والتباحث حول المقترحات التي رفعتها اللجان القانونية التي عقدت اجتماعها ظهر اليوم لمحاولة وضع الإطار القانوني الذي يرضي كل الأطراف في اتفاقية هذا السد، خصوصا وأن إثيوبيا ترفض بعض الجوانب فيه في مثل مرجعية التحكيم في حال نشوب أي نزاعات أو حتى محاولة تعديل الاتفاقية مستقبلا، حتى مسألة استخدام المياه، حتى مسائل تتعلق بالسد وإدارة السد. هذا الاتفاق الذي تحاول الدول الثلاث الوصول إليه فقط يركز على مسألتين، مسألة ملء السد وتشغيله في المرحلة الأولى، وهنالك نقاط كثيرة عالقة ما بين هذين الأمرين تتعلق بكمية المياه التي يمكن أن تصرف إذا ما كانت هناك سنوات جفاف. ما الذي ستقوم به إثيوبيا؟ هل ستحاول أن تعادل منسوب مياه النيل لكي لا يتضرر السودان ولا تتضرر مصر من أي نقص مفاجئ في المياه جراء هذا الأمر؟ هنالك الكثير من النقاط العالقة أيضا في الجوانب الفنية، على الرغم من أن اللجان الفنية قطعت 95% من هذا الاتفاق في الجوانب الفنية، ولكن هناك نقاط عالقة تتعلق بسنوات الجفاف على وجه التحديد وكمية المياه التي يجب على إثيوبيا أن تقوم بتصريفها، وكذلك إثيوبيا ترفض هنا في هذا الاتفاق مناقشة أي شيء آخر بخلاف التشغيل وبخلاف ملء الخزان في المرحلة الأولى بما يقدر ب 4.9 مليار متر مكعب من المياه، وهذا الأمر ربما لن يؤثر بحسب خبراء كنا قد توجهنا إليهم بهذا السؤال يوم أمس، ولكن هنالك قلق من السنوات القادمة إذا ما استمر التخزين. شكرا جزيلا لك شيبة الحمد عبد الرحمن، كنت معنا من العاصمة السودانية الخرطوم، شكرا لك.